لا انا عليك تسال سيد عامل تكلم عدد 10,278 بتاريخ 26 اكتوبر 2018 حول التدابير التحضيريه لوضع العنوانه. تدارست اللجنه المكلفه بالتعمير والبناء واعداد التراب بجامعه عائش يوم الخميس 17 يناير 2019 النقطه المبرمجه في جدول اعمال هذه الدوره والمتعلقه بتسميه شوارع وازقه وساحه تجزئه شعبان وتجزئه شعبان جوج وتجزئه عين العقيل وتجزئه سيديج. وتابع للاهداف التي يسعى لضمن عنوانها لتحقيقها ومنها تقويه روابط الاجتماع والتواصل بين سكان الجماعه والمساهمه في تحسين اداء الخدمات على المستوى الترابي في الحالات الطارئه والمستعجله بالنسبه لسيارات الاسعاف ودوريات الشرطه ورجال المواصفات وفي الحالات العاديه بالنسبه لسيارات الاجره وخدمات البريد واصلاح الشبكات المائيه والهاتفيه وصيانه مختلف التجهيزات الجماعيه العموميه. وايضا المساهمه في الرفع من الموارد الماليه للجماعه عبر تزويد المصالح الجبائيه المكلفه بالتحصيل في نظام العمله واستعمالها في الضبط الملزم وتسهيل الاتصال به. وانسجاما مع المنظور الشمولي للتاهيل الحضاري وسعيا في ضبط وتنظيم وتشويه الطرق العموميه داخل نفوذ ترابي جماعه عائش ارساء لقواعد التدبير المعقده للنسيج الحضاري ياتي هذا المشروع الذي يعتبر الاول من نوعه في اطار القوانين والمراسيم الجديده ليشكل انطلاقه العمليه لممارسه اهم الاختصاصات التي خولها المشرع لجامعه عائش في مجال التعليم. واذا كانت جامعه عائش قد عرفت خلال العقود الثلاثه الاخيره امتدادا ترابيا كبيرا متوسعا عمرانيا مضطربا فان ذلك لم يوازيه التحديد والضبط بواسطه وضع نظام العنوانات كما نصت عليه القوانين. وبقي قطاع كبير منه في حاجه ماسه الى العمل والاستدراك خاصه وان المرسوم مشار اليه اعلاه يلزم الجماعة بوضع العنوان مباشرة بعد التسليم المؤقت للتجزئة المرخصة حتى تنضبط التراخيص والوثائق المستخرجة بعد ذلك لهذه العنوان. ونحسب هذا وهذا المشروع بداية ونحتسب هذا المشروع بداية فعلية لهذا الاستدراك على أن تليه مشاريع أخرى في المستقبل القريب وذلك حتى يتم تغطية جميع تراب الجماعة. هذا وقد هم المشروع الذي بين ايدينا 4 تجزئات سكنيه قائمه. وتقام المشروع باش تقيد مجموع. المشروع باش تقيد مجموع. كيعني؟ ما عرفتش انا واش نتفضل. وفقا جداول مضبوطه ضمت المعطيات المتعلقه بها خاصه في باب التحديد. كما ضمت الشوارع والازقه والساحات الاسماء المقترحه في الشهريه. وفي ثنايا ذلك سبق رمزي معتبر لهذا الجسم الذي يواكب فيما هو متاح ولا السياسه العامه لبلد في مجال بناء العلاقات الدائمه المستمره مع مملكتنا الاستراتيجيه والتاسفيه. وحيث ان المملكه المغربيه بفضل قائدها نصر الله تحظى بموضع في موضع الرياده والتقدير بين دول القاره الاوروبيه وخصها ذلك جليا في القمه 28 منظمه الاتحاد الافريقي التي اعلنت عوده المغرب الى حاضره هذه المنظمه. ما كاين لا رئيس لها يعني تسميه الطرق والشوارع والممرات والمائلين فيها وكذلك تقييم الممتلكات العقاريه وانه من شان ذلك العمل على تيسير انتاج الخرائط الخاصه بالمدن وتسهيل عمليه الانتقال بين اجزاء المدينه وكذلك ايصال البالي لمواقعه بيسر وسهوله وبعد ذلك من البعد وقد اوصت اللجنه من جهه المنطلق على تسميه المقترح على يد الاهليه وتجزئته ان مقترح تسميته بعواصم المدن الافريقيه منشأها أن يعزز ويقوي الانفتاح والشراكة التي نهجها المغرب تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس.